الأهل والأحباب في كل مكان، متعكم الله بالصحة والعافية. بنحييكم من شرق النيل، من أرض التقابة، أرض الحفظة، أرض القرآن، الأرض الطيبة، أرض الناس ساهمت في نشر الدعوة الإسلامية وأسست لتعليم القرآن وحفظه. نحن الآن في واد حسونة، حلقة جديدة من الشروق مرت من هنا من واد حسونة، أولى محطاتنا، ونتابع مع بعض. بارك الله فيك، الله يجزيكم خير، الله يحفظك ان شاء الله. طيب بارك الله، الله يكرمك، بارك الله فيك، الله يسلمك، بارك الله يديك العافية. نحن سعيدين والله نكون معاكم هنا، وسعيدين نكون في واد حسونة، بلد القرآن والخلاوي، ومجموعة من الخلف، ومجموعة من المحبين، مجموعة من المريدين موجودين، والطلبة كل الناس موجودة هنا جاي تتعلم. نحن أبونا الخليفة مرحب بك وسعيدين. أول شيء دارين أنك تعرف المشاهد باسمك وتحكي لنا عن الخلاوي هنا والتعليم عندكم والقرآن. جدا إن شاء الله. الاسم بالكامل. الاسم خليفة محمد الخليفة عثمان. نعم. قبت الشخص وتحسون. الله. نحن أنا وزملائي الخلفاء نقول لجدنا الخليفة ولي الشيب الخلف الشيخ حسن. نعم. بحياته نحن نكون أنا الثامن وزملائي المعاد. السيد موسى الهارب تزوج حبوبتنا مسلمية بكرية. اللي هي حبوبتنا أم الحسن، وأنجب منها الشيخ حسونة. جدا الشيخ حسونة لما نشأ وترعرع وبقى للزواج تزوج يعني برضو بالتعم شريفية بالتشيخ خليل أبقرين. حبوبتنا فاطنة بالتشيخ خليل أبقرين شريف، قال الحمد لله إن وضحت نسلي في أصلي. أي نعم. أنجب منها الشيخ حسننا والشيخ عبد الفتاح والشيخ عبد الجادل والشيخ العجمي. الخليفة بن الشيب أنجب الشيخ الخليفة سوار. سوار أنجب خمسة أولاد، مكي وسراج الدين ومحي الدين والعجمي ومصطفى. هسا نحن الغرية دي أولاد خمسة رجال، ولاد بناتنا معانا الحمد لله، معانا شايقيه ومعانا حامده ومعانا مغاربه ومعانا مسلميه، كل اولاد بناتنا معانا جعليين. جعليين امهم حبوبتنا كانت يعني لها شوره مع اخواننا. نحن سعيدين يا اخواننا نكون هنا في محطه من محطاتنا، وطبعا برنامجنا هو معروف برنامج تاع مسابقات، وبنجي بنعرف بالمنطقه وبنوريها وبالناس يعرفوها. وحقيقة نحن سعيدين يعني نلاقي أهل وتحسون كل المنطقة، ونعرف عرفنا حفائرة وعرفنا خلاوية وعرفنا يعني مساجد وعرفنا مدارسة. وعندنا سؤال في الرياضة، والدين ذات وصى بالرياضة، قالوا في الحديث وصوا بالرياضة ركوب الخيل. نعم. نحن وتحسون الشيء اللي عرفناه اكتشفناه انه في أندية رياضية. يعني انت شوف صغر المنطقة كده والناس كلها من كبة تقرا بتقول دي نصهم فاضيين يلعبوا. والله نازلين ناس حفظ بس ما عندهم طريقة للعب. ففي أندية رياضية، نحن دايرين زول يورينا الأندية الرياضية اللي حق وتحسون. طيب نحن سعيدين نتواصل، وبعد ما ابونا الخليفة ادانا المعلومات السرة دي في ولده بهنا، نحن ما دايرين نزعله من الفرق الرياضية. قلنا ما بكون على الأقل ممكن يمكن يكون عارف يمكن ما يكون مشغول به. ضابط في الجمال ما شاء الله كده. نحن ذاته اول شيء جايزتنا مجمرك نطمنها عشان ما نشيلها، الجايزه حقتنا مجمرك كتبوا يصاله مدفوع. نتعرف عليه. الاسم عثمان الخليفه محمد. عثمان مرحب بك. انا حدارين ثلاثه انديه رياضيه من الانديه الرياضيه، الاتحاد، النيران، النجوم. الاتحاد والنيران والنجوم. الله يكفينا شر النيران. فريق النيران دي اكبر انديه كانت يعني في تحسونه. طيب ناخذ اجابه ونتمنى لك التوفيق. نتعرف عليك. الاخ مكي، شيخ مكي تحسونه. الثلاثة عندي الاتحاد، النيران، النجوم. أول أمل الأمل. طيب متواصلين معاكم نتعرف عليه. شاكر عبد الله محمد عبد الرحمن. شاكر ثلاثة عندي. النيران، التكامل، الاتحاد. النيران، التكامل، الاتحاد. نأخذ إجابة. متواصلين معاكم نتعرف عليه. عبد المنعم فضصيد السيد. عبد المنعم ثلاثة عندي في واد حسونة. النيران، الاتحاد، النجوم. انتوا بتبدوا طالب النيران وبردوا شيخ والله عندي مسخنة ذاك. متواصلين معاكم نتعرف عليه. أحمد الحي الأمين. أحمد الحاج. ثلاثة أندية رياضية في واد حسونة. الاتحاد، التكامل، الأمل. الاتحاد، التكامل، الأمل. الأمل. طيب نأخذ إجابة معانا الشباب بيجينا نتعرف عليه. السفير عمر الظاهر. منو؟ السفير عمر الظاهر. ثلاثة أندية رياضية. ارفع راسك فوق. الأهلي والاتحاد والنيران. الأهلي والاتحاد والنيران. مرحب بك. متواصلين معاكم نتعرف عليك. بكري عبد الله الشريف. بكري ثلاثة أندية في واد حسونة.
النيران الاتحاد النجوم. النيران الاتحاد الامل. الامل مرحب بك تعال بيجي ما شاء الله يا سلام نتعرف عليك والله ابراهيم فضل الله. انت اكيد بتلعب صح؟ هاي تلعب يا فريق شقيل. شنو شقيل؟ الشقيل. الشقيل ها الشقيل. الشقيل نعم بس الشقيل ده داير له فلفل يعني. طيب الشقيل ثلاث انديه في وادي حسونه شنو؟ الاتحاد والنيران والنجوم. الاتحاد والنيران والنجوم. سعيدين يا اخواننا نتواصل معاكم ونتعرف عليك. ابو بكري محمود سلام سلام الدين. ابو بكري مرحب بك من وادي حسونه. من وادي حسونه ورئيس نادي الاتحاد الرياضي وادي حسونه. يا سلام ما شاء الله. طيب انتوا عندكم اتحاد فرع هنا؟ نحن عندنا دورات بتاع داخليه بين الفرق حقاتنا الداخليه في وادي حسونه، وثاني عندنا اللي بيتاهلوا بنلعب دورات غرويه مع الشيخ عوض الكريم والضب صالح والدلمي وابو دليق والمناطق الشرقيه عامه. كلها منافسات وديه؟ ايوه لا منافسات بكاس. لا انا قصدي انه تابعين لاتحاد معين، تابعين للاتحاد العام لكره القدم عبر اتحادات معينه. أيوة. والذي مناطق بس مناطق مناطق. طيب ما عندكم ما قاعد انت ما عندكم فرق قاعده تنافس تطلع لدرجات فوق؟ لا نحن عندنا النافست فرق البياضه والعيلفون ومضومبان من المناطق الشرقيه. من مناطقكم هنا؟ أيوة. قاعدين تلعبوها تلعبوا معنا؟ ايوه قاعدين نلعب معهم. طيب وبيسجلوا بقروش؟ نحن تسجيل اولاد الحله كده. اولاد الحله تسجيل عادي، لكن الناس اذا كان مننا داري سجلوا غادي بعد ذاك الفرق الثانيه. طيب دعمكم بيجي من وين؟ انديه في 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 منطقه صغيره وفي غاريه بتدعموا نفسكم بنفسكم؟ ايوه بندعم نفسنا بنفسنا. عندنا رابطه ابناء المهجر في السعوديه ودول الخليج طيب فهذول هم اللي بيقوموا بالدعم والخلاوي برضه بتدعم الرياضه، لانه الرياضه يعني جانب فيه الجانب الديني زي ما وصل انت ذكرت كلام سيدنا عمر انه علم ابنائكم ركوب السباحه وركوب الخيل والرمايه الرياضه عامه. نعم الرياضة. طيب ثلاث انديه في وادي حسونه اصلا. وادي حسونه كانت منطقتين، وادي حسونه شمال وادي حسونه جنوب، فيها فريقين. الفريقين دل بعد شويه قام ظهرنا احنا كجيل طلابي كوننا فريق الاتحاد سمينا الاتحاد، فديك قاموا سموا ناس وادي حسونه جنوب سموا النجوم، وديل سموا النيران ناس وادي حسونه شمال. بعدك بالتالي بقى كل ما جيل بتاع الطلبه يجي من تحت بيجي بفريق، بعدنا جاء فريق الامل والفروضي. فالواد اللي قبل قال لك فريق الشقيل وفريق دي اسماء قديمه، فريق الشقيل وفريق وادي حسونه جنوب وادي حسونه، تحولت الاسماء بقت النيران والاتحاد والنجوم والامل ودي اسمانا، فكل الاجابات جت صحيحه. طيب نحن ناخذ الاجابات. مرحبا بكم نتعرف عليك. سميره الخليف محمد عثمان. مرحب حبابك. الرياضه متابعين هنا؟ بتعرفوا الفروق في الحله؟ ايوه. طيب انتوا فريقكم هنا حي الاقرب فريق لكم شنو؟ نحن الاتحاد. الاتحاد؟ أيوة. يوم اللغه اللي بتفرحوا؟ نفرح شديد. والله؟ والله. ولما يغرب لكم منو بتتكيفوا في الفروق الثاني؟ لما يغرب لكم الناس منو بتتكيف؟ بنغلب لنا النيران ناس بس النيران ذاته كان غلبهم بتكيف. النيران والله النيران ده بنجيب سيرته نحن عريقنا سخن بنا ذاته فريق النيران. طيب ثلاثه فرق شنو؟ الاتحاد والنيران والنجوم. الاتحاد والنيران والنجوم. احنا سعيدين اخواننا برضو ان احنا في المسيت هنا بنلاقي ام الفقره، وزي ما بقول ام الفقره زوجة الخليفه، وهي ام المسيت كله اللي بتجيب على راسه وعلى اكله وشرابه وضيوفه وكذا. من حيك نتعرف عليك. امن وصواب بك. امن مرحب بك ومن امن. ربنا يديك الصحه والعافيه يتقبل منك ان شاء الله. ان شاء الله تسلم. بتعرفي في الفرق الرياضيه حاجه ولا الجماعه بكلموك سايبين؟ لا بعرف. شنو؟ اتحاد النجوم والنيران. والله ما شاء الله. والنيران دي تصق قدامك للنجاط الضيوف والهنا. الله يسلمك. الله يديك الصحه والعافيه. معانا الشباب بيجاي نتعرف عليكم. منى حمد السيد. منو؟ منى حمد السيد. منى ثلاثه فرق رياضي. الاتحاد والنجوم والنيران. الاتحاد والنجوم والنيران. اتحاد النجوم والنيران. نتعرف عليه. مروه عثمان. مروه ثلاثه فرق رياضي. الاتحاد النجوم والنيران. سعيدين يا اخواننا نكون في محطتنا دي في مسجد ابونا الخليفه محمد، وسعيدين نزهل. وطبعا يا اخواننا بعد ما ادونا نبذه وقابلنا يعني كل المحبين والمريدين لقينا جناب عثمان وسالناه طوال، لانه ما حبينا نضغط على الخليفه نقول له الفرق الرياضيه بكون عارفه صح؟ والله وعندنا النيران ده سخن لنا الجو فريق اسمه النيران، والله ان شاء الله يكون قدر نيران ودي يكون الغالب وهو المسيطر. بعدين قال لي عندنا ناس المهجر دير هم اللي بيدعمونه. ذكرتني قال لي في السعوديه في الخليج، ذكرتني خليجي بيزعلوا في السودان، قال لي انتوا تعالوا السودانيين دي ليه؟ قدر ما يزعلوكم سؤال تجاوبوا بسؤال، الاجابه ذاتها بتكون سؤال. قال لي زي شنو يعني؟
برضو سأل وداك محتار زاد ثاني إجابة قال لي قدروا يسألوكم سؤال تجاوب بسؤال قال لي زي شنو يعني فأخذوا بسؤال أخونا عثمان نحن بنحييك أنت قلت شنو؟ أنا قلت من الفرق الرياضية الاتحاد والنيران والنجوم هم كلهم اتفقوا كنا ثلاثة فرق رياضية في واد حسون الاتحاد والنجوم والنيران أخونا عثمان أول من قال إجابة صح صفقة لعثمان يا إخواننا نمشي مع عثمان العربية نشوف الجاي سعيدين يا إخواننا في محطتنا دي يكون فايز معانا أخونا سعادته عثمان ابن الخليفة محمد ابن الخليفة عثمان سعيدين نكون في مسجد وإجابته كانت إجابة صحيحة سألنا من ثلاثة فرق رياضية تابعة لواد حسونة وقلنا النجوم والاتحاد والنيران لحسن الحظ نحن جوا المسجد الجائزة المقدمة في هذا السؤال هي عبارة عن قدحين دبليبة اللي هي عصيدة المسجد أخوانا الدبليبة تعرفها ما نقي تغوص فوق يدك ولقمتها بيشبع أنا سبحان الله ما قاعد نروح جايين المسجد والجائزة دبليبة نحن نقدم لك صحنين دبليبة الملاح منه كنتو نحن نديكم الكترة عثمان أخوانا فاز بالتلفزيون مقدم من قناة شروق صفقة لعثمان مبروك عليك نفتح العربية نجيب الرجال صفقة لعثمان أخوانا عيد سعيد عيد سعيد عيد سعيد عيد سعيد مرحبا بكم من واد حسونة تتعالى أصوات النوبة والذكر محطة وسؤال ونتابع مع بعض أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله ونحن في أجواء يا أخواننا يحفها الذكر وتتعالى فيها أصوات القرآن نحن في واد حسونة نحن سعيدين نكون مع أهلنا في واد حسونة وسعيدين وشينا قابل أخونا الخليفة مرحب بك ونتعرف عليك الاسم بالكامل البشير محمد الخليفة حسن الخليفة حسن حسونة الله يديك الصحة والعافية والله نحن سعيدين للشيء اللي بنشوفه ده ودائرين أنك تدي المشاهد نبذة عن المسجد ولا يعني المنطقة ذات تكوينها كان 200 والدعوة كانت كيف والفيها شنو؟ بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على صاحب الجبين الأنور والخد الأزهر اللواء والكوثر والقاسم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نزلتم أهلا وحللتم سهلا نرحب بكم في منطقتكم منطقة القرآن والمسجد والتقابة منطقة الشحذة والحسونة أسست هذه المنطقة عام 910 هجري بأبونا الشحذة والحسونة الذي قدم والده الشيخ حسونة من الأندلس في المغرب العربي قديما وحضر إلى السودان لتقديم تعاليم القرآن والحفظ ونزل في منطقة السنار وولد أبونا الشحذة في منطقة كجوج اللي هي معروفة بالسبلوغة والشلال السادس تقريبا المسجد خرج ناس كتار منه الحمد لله رب العالمين 434 عام خرج أكابر السودان وخرج السلاطين وكل وليهم في السودان يعرف واد حسونة يتم بيعته ويتم خلافته في هذه المنطقة طيب من الناس القروا هنا ناس معروفين منه الحفظ هنا مثلا منه الشيخ واد بدر أهم شخصية أخذت على هذه المنطقة نعم. وأبونا الشيخ الطيب واد البشير القطب السماني جده الرابع الشيخ محمد سرور أخذ هذه الطريقة من أبونا شحذة حسونة مرحبا الله نعم وبعد ذاك يعني تسلسلت السلسلة كل رجل يعرف السودان أتى إلى هنا وابونا شحذة قال كل ولي طائفا بالبيت سبعا وانا البيت الحرامي طائف في مكاني
لذلك كل الناس يطلبون حتى الشروق. طيب انا سعيدين نتواصل في هذه المحطة الطيبة وبعدين نتعرف عليك منو؟ بركات ابراهيم عبد الفتاح. بركات ابراهيم عبد الفتاح. طيب انا دايرين نسأل سؤالنا للجمهور يا اخوان بعد اخذنا المعلومات سؤالنا الشيخ حسن وتحسونة. نعم. الاسم الكامل له منو؟ الشيخ حسن وتحسونة. بس؟ نعم. بس انت اسمك منو؟ بركات ابراهيم عبد الفتاح. عبد الفتاح منو؟ البشير. البشير منو؟ ابراهيم. طيب ها الشيخ حسن وتحسونة كده باقي وين؟ الشيخ حسن وتحسونة موسى الكاظم. موسى الكاظم. موسى الكاظم. موسى الكاظم. نعم. طيب الاسم الكامل للشيخ حسن وتحسونة؟ الشيخ حسن وتحسونة ابن موسى الهاري ابن الحاج حمد. ابن موسى ابن الحاج حمد. ابن الحاج حمد. طيب ناخذ إجابة نتعرف عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أخوك محمد إبراهيم حسن. من أبناء منطقة الشيخ حسن الحسونة وإمام مسجد العتيق مسجد أبونا الشيخ حسن الحسونة. ما شاء الله تبارك. طيب الاسم الكامل للشيخ حسن الحسونة؟ الاسم الكامل اسمه حسن، الرجل الصلاة اسمه حسن وأبوه اسمه حسونة والحاج موسى الكاظم. نعم. طيب نأخذ إجابة نتعرف عليه. حسن عبد العظيم حسن إبراهيم. حسن عبد العظيم من وات حسونة. من وات حسونة زادخ. طيب الاسم الكامل للشيخ حسن الحسونة؟ الاسم الكامل حسن حسونة ابن موسى ابن الحاج رحمه. من الحاج رحمه. رحمه. طيب مرحبا بكم متواصلين معاكم في المحطه نتعرف عليه. اللمين عبد الفتاح الشريف. اللمين عبد الفتاح من وتحسون. نعم من وتحسون. نعم. طيب الاسم الكامل للشيخ حسن وتحسون؟ هو الشيخ حسن ابن حسون ابن موسى ابن رحمه. ابن موسى ابن رحمه. ابن رحمه. طيب ناخذ اجابه نتعرف عليه. بركات سوار محمد عبد الفتاح ابراهيم. بركات. الاسم الكامل للشيخ حسن وتحسون؟ الشيخ حسن ابن حسون ابن موسى ابن رحمه. ابن رحمه. نعم. طيب ناخذ اجابه أتمنى لك التوفيق نتعرف عليه. محمد الحاج الشيخ إبراهيم. الاسم الكامل للشيخ حسن وتحسون؟ حسن ابن حسونة ابن الحاج ابن موسى الكاظم ابن الحاج رحمة ابن موسى الصادق. الصادق. طيب نأخذ إجابة نتعرف عليه. بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله الفقير لله عبد الله سراج الدين الخليفة سراج الدين من مواطنين الشيخ حسن وتحسونة. الاسم الكامل للشيخ حسن الشيخ حسن السيد حسونة السيد موسى السيد الكاظم السيد عبد السيد العسكري السيد موسى الهارم وتوفى في بغداد. طيب نتعرف عليه. الشريف عبد الفتاح. الشريف. الاسم الكامل للشيخ حسن وتحسونة؟ الشيخ حسن وتحسونة والبدر. الشيخ حسن وتحسونة من الهارم. أتعرف عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد عمر الظاهر إبراهيم. الاسم الكامل للشيخ حسن وتحسونة؟ الشيخ حسن بن حسونة بن موسى الهاري بن 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 الأحمر بن الحاج رحمه. سعيدين إخوانا نكون في هذا المسجد وفي هذه الأجواء الروحانية الكبيرة. سألنا عن الشيخ حسن وتحسونة الاسم الكامل ليه. الناس أغلبها اتفقت في الإجابة باعتبار أنهم أبناء المنطقة وده تاريخ وده إرثهم الديني وما كلهم عارفينه. أول زول قال إجابة الصح بيكسب معانا. وإنت منو؟ حسن عبد العظيم حسن إبراهيم. حسن قلت منو؟ حسن ابن حسونة ابن موسى ابن الحاج رحمه. صفقة ليه يا أخواننا حييهم. أنا بشكر قناة الشروق على التواصل وربط السوداب ببعض البعض وبتواصل كله تعريف عامة لقناة الشروق. هي عبارة عن تواصل اجتماعي لكل مدن وقرى السودان في تواصل اجتماعي للسودان. الله يديك العافية. نمشي العربية شو جاي. مبارك لأخونا حسن الفايز معانا في محطتنا دي. سألناه عن الاسم الكامل للشيخ حسن وتحسونة والإجابة قال هو حسن ابن حسونة ابن موسى ابن الحاج رحمه. ابن الحاج رحمه. صفقة ليه يا أخوانا لحسن. حسن فاز معانا بتلفزيون مقدم من قناة الشروق. نصفق ليه وصفقة حارة يا أخوانا. مرحبا بكم في وات حسونة محطة جديدة وسؤال جديد ونتابع مع بعض. طيب مرحبا بكم سعيدين نتواصل معاكم في وات حسونة واخواننا معانا هنا هني. واول حاجة عمنا كيف حالك؟ مرحبا بك. الله يديك العافية. كيف صحتك؟ اهلا وسهلا. طيبين؟ مرحبين. الله يكرمك. اهلا وسهلا حبابكم. الله يحفظك. مرحبا بكم. وات حسونة دي هنا فرقان ولا احياء ولا كيف؟ فرقان. انتوا فريق شنو؟ نحن فريق الشيخاف هني.
الشيخاب ثاني في فريق شنو؟ في فريق الحسناء بهناك في كلها فرقان كلها فرقان والقلعة بفريق كل فريق. طيب القبائل الساكنة هنا في واد حسونة شنو؟ كثير. زي شنو؟ أكبر شيء شنو؟ معنا شايقية ومعنا حسونة وحسانية ومعنا كثيرين. وإنتوا شنو؟ نحن حسوناب. حسوناب؟ أشراف. أشراف ما شاء الله تبارك. إنتوا أكثر ناس هنا؟ أكثر ناس هنا. طيب أنا بسأل سؤال أخوانا العارف الإجابة يحتفظ بها لما نجيو. عشان قبل نحن سألت لي واحد ورا قال الإجابة شال منه شال بها الجائزة. البلد دي مشهورة فيها آثار كثيرة وفيها حفاير. حفائر قريبة من حسونة. كده يقول لي ثلاثة من الحفائر القريبة منكم شنو؟ حفائر هني؟ القريبة من أول واحد غواشة. حفير بركات. حفير يوسف. حفير الشيخ إبراهيم. حفير الجبل. كل الحفائر الشيخ حسن. حفائر. تاني جنبكم من الحفائر شنو تاني في حفائر جنبكم؟ برا غاد شوية. شنو تاني اسمين شنو؟ حسانية كلها حسانية. حفائر هنا. هاي. الحفائر دي فائدتها شنو؟ الحفائر بتجيب المويه. من الخريف تقعد تمسك الخريف فيها حفائر بتطويل. نعم. بيشربوها المويه؟ بيشربوها. كل الحفائر بتنشرب مويه ولا وحدات معينه؟ وحدات بتنشرب وحدات بتنشربن. ما بيشربن ديل بيكونوا بهايه بس. هاي. طيب احنا سعيدين نتعرف عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الطيب الخليفه بن الشيب الخليفه عبد الفتاح الشيخ ابراهيم. ما شاء الله الطيب. احنا دارين الحفائر حفائر الشيخ وتحسونة اللي بتقع بالغرب من وتحسونة. حفائر الشيخ حسن وتحسونة 99 حفير. ما شاء الله. هدينا ثلاثة بس. فمنها قباشة ومقنيطير بلندة. بلندة. نعم. طيب ناخذ إجابة نتعرف عليه. عبد العظيم الخليفة حسن. عبد العظيم ثلاثة حفائر. قباشة ومقنيطير بلندة. ثاني فضة. فضة. أربعة. أربعة. طيب مرحبا بك نتعرف عليك. يوسف الزبير العمدة. يوسف الزبير العمدة. يوسف ثلاثة حفائر للشيخ حسن وتحسونة. غباشة وفضة ومقنيطير حفر الخيل. طيب مرحبا بكم متواصلين معاكم نتعرف عليه. حسام الدين عمر الزاهر. حسام الدين مرحبا بك من وتحسونين. نعم من وتحسونة. جاتوا فريقكم. أنا من وتحسونة الجنوب. الجنوب. طيب ثلاثة حفائر للشيخ حسن وتحسونة تقع بالغرب من وتحسونة. غباشة بلندة ممكن يطير. غباشة بلندة ممكن يطير. أكبر واحدة فين شنو؟ أكبر واحدة غباشة في 99 ذات. أكبر واحدة غباشة. أكبر واحدة في 99 غباشة. دي بتملي في الخريف بس؟ بتملي في الخريف. تقعد كم شهر؟ بتنتظر الخريف الثاني. من الخريف للخريف. نعم. شراب غسيل. شراب كل شيء. سعية أي. وضوء غسيل سعية ضيوف كلهم. والله ما شاء الله. وما بتبرد؟ والله بارده. بارده بارده شراب بيدك طوال يعني. ما شاء الله تقعد السنه كلها. السنه كلها. طيب مرحبا بك نتعرف عليك. عمنا عبد الفتاح الخليفه محمد عبد الفتاح. مرحب حبابك من وتحسونة. هنا من وتحسونة. يا تفريق في وتحسونة شمال. شمال. طيب ثلاثه حفائر للشيخ حسن وتحسونة هنا تقع بالغرب من وتحسونة. غباشه. اها. بلنده. اها. مقنيطير. هاي. فضه. فضه. طيب ناخذ اجابه نتعرف عليك. عثمان بركات بن الشيب. عثمان مرحبا بك. هاتوا فريق من وتحسونة جنوب. جنوب. ثلاثة من الحفائر. غباشة. اه. ومقنيطير. اه. وبلندة. وبلندة. مرحبا بكم متواصلين معكم نتعرف عليه. التلمينة البشير عبد الفتاح. التلمينة مرحبا حبابك. انتوا في الفريق ده. هاي. دي هاتوا فريق. ده احنا يعني بنسمي بالفرقان ده الفتاحاب. فتاحاب. حسوناب لكن بنقول فتاحاب. حسوناب فتاحاب. طيب ثلاثة من الحفائر حقات الشيخ حسن وتحسونة اللي بتقع عن قريب من المنطقة. والله غباشة وبلندة ومقنيطير. مقنيطير. طيب نتعرف عليك. عليكم السلام ورحمة. حياة جار محمد رفع الله. حياة مرحبا بك من وتحسونة هنا. نعم شمالك. ثلاثة من الحفائر حقات الشيخ حسن وتحسونة 99 داري منين ثلاثة اللي بقى عن جنب وتحسونة. غباشة بلندة ومقنيطير. غباشة بلندة ومقنيطير. ما شاء الله ما شاء الله. حاجة كيف حالك؟ إن شاء الله طيب أمي. الله يحفظك. ديك العافية. ما شاء الله تبارك الله. يعني بس أنا داري أسأل سؤال قبل ما أعرف اسمك منه. التوب ده التوب العادي ولا عارفانه جايين؟ لا والله التوب العادي ده المرقاف عادي. ما شاء الله طوال. لا لا انا والله ما قايل وتحسونه المشدرات دي وصلن والبنفسجي. كيف يا حاج كيف ما وصلن؟ لا لا ماشي يعني انا ما سقف تسقيف شديد. انا مشيت ومشي جد. والله النظارات ما شاء الله والمشدر والحياه معناته في العيد شيء أكبر من كده. أي صح. ها؟ صح. المسائر تمرق بإيجابي. أي والله صح. ما شاء الله تبارك. طيب أستوت حسونة كبرت من زمان؟ لا كبرت أستوت حسونة زمان كبيرة من عمر شوت حسونة كبيرة وهسه زايدة زيادة. زايدة زيادة المنطقة كبرت زيادة. أي.
هاي زمان كنتوا بيوت يعني ما في الحيشان دي. ما لا يا زمان كنا بيوت خلا وتاني بقينا بيوت حلة وتاني بقينا حيشان. ايوه بيوت خلا دي قش. بيوت خلا بالبروش. ايوه بالبروش. وتاني بعدها بدي سكن هنا بقينا جي ناس حلة فيها ارضنا دي هنا ارض فتحاب. طيب اللي تغير هسه في مراسم الزواج والحياة دي هنا زمان ارخص الحاجة. زمان الحاجات رخيصة لكن هسه الحاجات ما ارتفعت. العيل ذاته رخيص كان؟ لا العيل كان رخيص والله لكن هسه أي حاجة ارتخت. لا زمان في رغم معين بعد الرسوبة ولا يزو القدرة؟ والله يزو زي استطاعته. يزو زي استطاعته. المرطب تب بيجيب كم؟ والله غايته ما أنا مرطب ولا كثير كثير. زمان الجنيه. زمان الجنيه. نحن تذكر دفعوا فيه كم؟ دفعوا فيه 25 جنيه. والله يدقش. الله يدقش. 25 جنيه. 25 كانت قروش. كانت قروش والله. ما بتتلاقي عند يزو. ما بتتلاقي والله. شيله كم؟ 6 ولا كم؟ شيله والله 6 وشيله ما في. بس العريس يوم اللمله جبت بشه وخلاص. ما في شيله؟ لا ما في شيله. على شيله بس دكون قويده ذهب منها مو براو. بس ذهب. ذهب والمهر. بس. والله ما شاء الله طبعا. طيب اسمك منو انت؟ اسمي ريا. ريا. طيب انا احد عيرين ثلاثه من الحفاير حقات الشيخ حسن وتحسون الموجوده جموت حسون. شدينا هنا باللواء قباشيل باشا. وملندا. وام قنيطير. وفضه ديك حفيره حفير الشيخ حسن فضه قدام قدام. هاي طيب ناخذها جامد من هيك. مرحبا بك. السلام عليكم. اهلا وسهلا. الاسم منو؟ حاج النعمه البشير. حاج النعمه مرحب حبابي. الله يسلمك. كل سنه وانتم طيبين. ما شاء الله الليله غايته يعني نسوان وتحسون ورنا شيء يعني ما شاء الله. حتى النسوان الكبار شيء مشجع. لا عرفنا نحن نعرف يا دوب نعرفنا وانتهينا. نحن بنزعل ثلاثه من الحفاير حقات وتحسون. حدانا غباشة وبلندة أم قنيطير. أم قنيطير قدامنا فضة. قدام في شنو؟ فضة. طيب ناخذ إجازة. طيب مرحبا بكم. سعيدين نكون في وادي حسونة والاستقبال كبار وصغار وشباب كلهم لقيناهم في استقبالنا. معانا حبوبتنا اسمك منو؟ اسمي ليلى. لا قبل كذي قبل ما تخجلي ما قبل الشمس. لا الشمس هاي ما بنوقف الكثير. اسمك منو؟ اسمي ليلى. ليلى ما شاء الله. انت الشمس ولا خجلانه من الكاميرا دي؟ من الشمس والله. يعني الكاميرا ما خجلانه منها؟ لا والله. اي ما شاء الله. طيب اتولدت في واد حسون هنا؟ اي اتولدت في واد حسون. اي طيب الحفائر اللي جنبكم هنا حقات الشيخ واد حسون كم؟ بلندة غباشه. وبلندة. اي وفضه. اي وام قنيطير. ام قنيطير ديل جنبكم؟ ديل جنب. اقرب واحده بيجيبوا منها المويه شنو؟ غباشه. غباشه والحفير دي الحدانه بروح بروسي. بروسي. طيب انت هسه من زمان من انتوا كنتوا صغار هنا الحفاير ديل فيه؟ فيه. يعني جيتوا لمن؟ ابواتنا حضروا هنا. ابواتكم حضروا اللي جوه محفورات؟ ما شاء الله يعني من زمان. ده الحفاير الكل. ها؟ ده الحفاير الشيخ حسن. الشيخ حسن. ليل مويه شغال. ما شاء الله طول. طيب زمان وتحسونا كانت صغيره صح؟ صغيره كيف؟ يعني العدد بتاع البيوت ما قدر داس. مرقنا والله مرقنا مو من صغره ملا انا لا بلنده. مين زمان ملانه؟ ملانه. ملانه. الناس بتجي الخلاوي وكدي. بيجوا كل زول بخلوته في بخشم بيته. طيب الناس اللي سكنوا معاكم هنا ديل جابتهم الخلاوي جقروا وقعدوا؟ قعد فيه والفات فيه. الفات فيه؟ ايوه. طيب هسه قعدت بتدوني قطعه؟ من الديكة. ها؟ من الديكة. ما يقولوا لي الا معاها مره. ها؟ لا انا ما يقولوا لي الا معاها مره والا كذي. وخلاص من الديك تعال. ساي بتدوني؟ هاي. كم متر؟ البذور. والله العظيم. وحات عيني. ها؟ البذور من الديكة. والله يا اخوانا قاعدين وحات عيني يلا يديك الصحة والعافية. ان شاء الله يسلم من عيوني. كثر خيركم كثير والله نحن فرحانين بيكم. امين. وانتم مع التاريخ والاصالة. اي والله. ان شاء الله ربنا يديك العافية. امين. والسنة الجاية يقول امين. انا وياك نتلاقى في الحج. انت في الصفا وانا في المروة. ارفع لك يديك. الله يديك الصحة والعافية. طيب مرحبا بكم متواصلين معاكم نتعرف عليه. انور بشير السيد. انور بشير السيد يا فريق. وتحسون الشمال. وتحسون الشمال ثلاثة من الحفاير. حقات الشيخ حسن وتحسونه بجايته. وباشا وقنطير فضه بلنده. بلنده. من العرب عليه. البشير بركات مصطفى. البشير بركات. مصطفى. مصطفى. دارين ثلاثة حفاير. بلنده. فضه وباشا. وباشا. طيب نحن ناخذ إجابة. طيب نحن سعيدين نكون في وادي حسونة يا اخواننا وسألنا عن الحفاير بتاعت الشيخ حسن وتحسونه الموجودة بالغرب منا والناس طبعا عارفين قالوا 99 حفير ديل جاهزين. وقلنا لهم دارين ثلاثة وفي ناس ما قرعناهم من الثلاثة والله كان اللي يقولوا كانوا سؤال كله بس قعدنا قيمة 99 حفير وفي ناس والله في 99 شايفيننا شوية شايفين في ثاني حفاير جاية وسألت ناس قلت لي في غابات بيني قال لي في غابات لور كيف فيها شجر لأنه ما لقيت شجر كثير والنسوان بيني ينضم من ذكرتني النسوان طبعا يعني
نظما ان شكرا بزيدنك مترين وينبذنك بخلنا قدر السيوسي تقوم وتقع كده. في حيلة قالوا فوق غابة، الغابة ظهر فيها أسد جهجة، الحيلة دي جهجة غريبة خلاص. قدر ما يلقى شيء مطرف، أنا ما بيأكلها بقرة بيأكل أي الله يكرمك حاجة تمرق من الحيلة دي وكلهم. والناس بيقوا خافوا من دخلة الغابة، زول داير له حطب صايب يقدر يجيبه، الغابة فوق الأسد عارفين الناس الحيلة كانت خايفين. يوم في مركة دي الله يكرمك عندهم بقرة ماتت، ثلاثة يوم قاعدين الحيلة جاتهم قاعدين أنتوا رجال على شنو؟ بقرة ثلاثة يوم في نص الحيلة. بقرة العلاقة يعني راجل يجر على الغابة، الناس عارفين الغابة فيها الناس البقرة زي. البقرة الراجل في الحلة يجرها ما في، بقرة ثلاثة يوم قاعدة في نص البقرة. طبعا مرة نظمت بعد دي ما مرقوا بيبقوا خلاص الكلام جاب له كلام. قالوا لا وريا ما عندي قيمة، بس نحن مشكلتنا سلبة. قالت لهم هذه السلبة. برضو الموضوع قطعت لهم في الراس. قالوا لا خلاص نوديها الغابة. جروا البقرة بالسلبة ومشوا الغابة. ما عاد دخلت الغابة تسمع لها ثاني ما شاف زول والناس جارين البقره. هي جاته الليل عصير قالت تشيل سلبتها كان عانى. طبعا الناس جاروا البقره دقت الباب كوكو وجا زول شالوا لها سلبه. ما لي قول يا تذكر وانا قالت له داري سلبتي. قال لا سلبتي بيه بقرتها هذه قاعده هنا بيه بقرتها بيه بقرتها محلتها جوا البيتين مشكله. فالنسوان لو نحرشنك بودنك على الموت عديل. هن احنا انت قلت الثلاثه شنو؟ غبيش قباشه ومقنيطير بلنده غباشة هم قنيطير وبلندة ديل واحد ثلاثة من الحفائر 99 للشيخ حسن وتحسونة بغرب منطقة وتحسونة. وانت منو؟ الطيب والخليفة بالشيب والخليفة عبد الفتاح. صفقة للطيب صفقة حارة يا اخوان. الطيب اول زول قال اجابة صح يكسب معانا جايزة نمشي العربي ونشوف شو. مبارك لاخونا الطيب الفايز معانا في محطتنا دي، وسؤالنا كان عن ثلاثة حفائر من الحفائر 99 للشيخ حسن وتحسونة. الطيب قلت شنو؟ حفير غباشة ومقنيطير وبلندة. بلندة. الطيب يا اخوانا فايز معانا ببوتجاز مقدم من غلاش روك. صفقة للطيب يا اخوانا. الله يجزيك الخير. الله يكرمكم. بارك الله فيكم. مبروك الطيب. مبروك الطيب. صفقة للطيب يا اخوانا. صفقة حر. مرحبا بكم من وتحسونا، محطاتنا متواصلة وحلقتنا الليلة من وتحسونا محطة جديدة وسؤال جديد ونتابع مع بعض. طيب مرحبا بكم، نحن سعيدين نكون في وتحسونا. ونحن في حي شنو؟ ديت القلعة. ده في القلعة. نحن في القلعة في وتحسونا. القلعة شمال. في القلعة جنوب؟ لا في القلعة جنوب. في نحن في وتحسونا شمال وفي حي القلعة. يا اخوانا سعيدين نكون في المحطة دي معانا اهلنا هنا. انا بسأل سؤال يا اخوانا، اللي عارف الاجابة يسكت لحد ما يجي الدور عنده. اتفقنا؟ نعم. نبدا بعمل نتعرف عليك. اسمك منو؟ البلول حسن الرسول. البلول من القلعة الشمال هنا؟ لا من هنا. هنا وين؟ شمال. جنوب. نعم. ما شاء الله. مولود هنا انت؟ نعم. ما شاء الله تبارك الله. طيب سؤالنا، التعليم يا اخوانا في وتحسونا بدا بدري. نعم. غير التعليم الديني وتعليم الخلاوي، في التعليم المدرسي برضه بدأ من تاريخ زمان. نحن سؤالنا، أول مدرسة في وتحسونة هنا ابتدائية اتعملت سنة كم؟ والله ما أقدر أكيفها إلا أنا قريت فيها وشغال فيها شيخ الظاهر ده التهامي، وشغال في ما هو داود بطحالد هناك. أنا بكري والله بنوها أبعين. قريت فيها سنة كم أنت؟ سنة في التسعينات وفي الهنات بس. ها؟ في التسعينات. في التسعينات؟ نعم. التسعينات اللي دي ولا الستينات؟ الستينات ولا السبعينات بس بدري يعني. بدري. بدري يعني. طيب هسه فيها كم مدرسة وحسون؟ هسه فيها تقريبا 13 فصل ولا 14 فصل. ها؟ في هذه زي 12 13. في ابتدائي وفي ثانوي. في ابتدائي وثانوي وأول ونهاية والروضة وكلهم فيه. في، لكن أنت ما عارفها بالضبط سواء سنة. لا. طيب مرحبا بكم متواصلين، نحن في وتحسون الشمال في حي القلعة. نعم. أتعرف عليه. إبراهيم عبد الفتاح البشير. إبراهيم. جاتوا حي؟ حي وتحسونة جنوب. جنوب. أول مدرسة ابتدائية عملت وتحسونة؟ تأسست مدرسة وتحسونة الابتدائية سنة 1965. 65؟ نعم. اسمها شنو كان؟ الابتدائي. طيب هسه في كم مدرسة؟ هسه في في مدرسة الأساس والثانويات. الأساس مختلطة؟ مختلطة. والثانوي؟ والثانوي. يعني مدرستين ابتدائي؟ مدرستين. لا مدرستين، أربعة في أربعة في أربعة أساس وأربعة ثانوي. طيب متواصلين معاكم، ونحن سعيدين نكون في وتحسونة شمال حي القلعة. نتعرف عليه.
ابراهيم الطيب حسن الشيخ الامام المكنى بابراهيم العربي بالاذاعه. ابراهيم العربي بالاذاعه؟ شاعر وفنان. نعم. اشتغلت في الاذاعه؟ نعم. سنه كم؟ 59. 59 كنت في الاذاعه؟ لغايه الان انا متعاون مع الاذاعه والتلفزيون. اذاعه والتلفزيون. طيب 59 دي مشيت براك من هنا ولا في زول رشحك ولا؟ انا كنت شغال في الجيش. كويس. وصدفه لقيت الوزير وزير الاعلام في الان ده كان طلعت فريد. كويس. لقيته من السعوديه وعملت وقدموني عملت قصيده. انت كان رديت بعد غنى؟ ها؟ اديته غنى؟ ايوه. من شنو من الاغاني اللي اديتني؟ اديته حمام العشي، اغري له مني سلام، قل لي زمان فرقنا والكون بقى له ظلام، وديته الجزر. لا قال بتقول كيف حمام العشي كذا نسمع منك. بتقول اغري له مني سلام وقل لي زمان فرقنا والكون بقى لي ظلام. يا حمام العيد يرعاك إلهي بستره والعز لك يدام، كنت منتظر في رجاك بعد شهر بقى عام. يا حمام العيد يوم العجل ذكراك أعاد يوم ذاك يا سلام، وكالزهر في الأغصان لما انت جيت نسام. يا حمام العيكي الليل عد الزمان يسير وسط الغرام أقسام، والدنيا من رؤياك حكماني بالإعدام. يا حمام العيكي يوم التبارح الحي الليل الكون يكون لي ظلام، وخلوني في ناري وأصل يلومني ملام. يا حمام العيكي الليل أغريله بني سلام. يا أخي نحن والله سعيدين بالكلام بس لكن شغلك كله متيم الظاهر عليك من زمان مخين والله. يعني لا لا كله كله والله عذاب والله دمعة تقشها من عينك. طيب كويس. احنا سعيدين نكون دارس الاول مدرسه ابتدائيه اتعملت في واد حسون سنه 65 65 65 هاي اول مدرسه المشرف عليها ابونا العمدة البشيري جابه في البلد، والمدرس بتاع الظاهر ابراهيم التهام. ابراهيم التهام. نعم. طيب احنا ناخذ اجابه ونتمنى لك التوفيق. طيب نتواصل معاكم نتعرف عليك التول. خلف الله ابراهيم عبد الله جماع عجيب المنجلوك. ما شاء ما شاء الله تبارك الله جدا عجيب المنجلوك. نعم. عبد الله بي. عبد الله بي تولدت هنا؟ ايوه تولدت هنا. نعم. ديت اللي بيقول لك الجزار ده ولا؟ اي اللقب ابوي الجزار اكبر جزار في حسونه. ما شاء الله. وانت اشتغلت معاه؟ اشتغلت معاه ولكن الحمد لله سواق. طيب هنا في ذبح ابل؟ ابل بتطبخ؟ نعم كنا نطبخ ابل لكن قلت قالت الا يوم السوق. يوم السوق كده يعني يوم السوق كده. طيب الجزاره يوميا شغاله؟ شغاله يوميا. ايوه. ما تطبخ شنو؟ ضان. ضان. نعم. بقر فيه؟ بقر. لا والله غلط. اكل من الحشرموت؟ والله بناكل لكن بقر يومي. ما بضر عليه شيء. شيء ما احلى من من الحشرموت. طيب المدرسه الابتدائيه اول مدرسه ده عملت سنه كم؟ سنه 1775. 1000 1000 لا لا 700 1000 ألف. ألف وتسعمية. ألف لا لا ما ألف. ألف وتمنمية. لا لا ألف وتمنمية. ألف بنت بدري يا أخي المدرسة. ها بدري. أدينا فعل غير غير أدينا كذا. يمكن نبقى لك خيارات. بتعرف عليك؟ تغوى وكرة أبو القاسم. منو؟ تغوى وكرة أبو القاسم. تغوى مرحب بك يا تحيته. حي القلعة. القلعة. طيب سؤالنا أول مدرسة ابتدائية اللي هي كان اسمها مدرسة حسونة عملت سنة كم؟ 1952. 1952. طيب مرحبا بك تعالي هنا اتعرف عليك. لمياء بابكر ابو القاسم. لمياء بابكر ابو القاسم. اول مدرسه ابتدائيه عملت سنه كم في؟ 1952. اتعرف عليك. امل عبد الفتاح الشريف. منو؟ امل عبد الفتاح الشريف. امل اول مدرسه ابتدائيه في حسونة عملت سنه كم؟ 1952. 1952. 52. طيب ناخذ اجابه. طيب متواصلين معك نتعرف عليك. مشاعر ابراهيم عبد الفتاح. مشاعر اول مدرسه ابتدائيه في حسونة سنه 1952. 1952. ناخذ اجابه نتمناك التوفيق نتعرف عليه. بتقول خليفه حسن. بتقول مرحب بك. اول مدرسه ابتدائيه في حسونة 1952. 1952. سالنا يا اخواننا عن اول مدرسه ابتدائيه في حسونة
والناس اختلفوا، في ناس شافوا في الإجابات بيقولوا 65، وفي ناس والأغلبية بيقولوا إنه التعليم بدأ عندهم قبل الاستغلال، واتفقوا على إجابة. نحن دائما يا إخوانا معلوماتنا بنسأل بها أهل المنطقة ذاتهم بيجمعوا عليها، كلهم أجمعوا على إنه الإجابة الصحيحة 1952. وأنت منو؟ تغوى أكرم الله. صفقة لتغوى دي يا إخوانا. سؤالنا في المحطة دي كان عن أول مدرسة ابتدائية في واد حسونة، وهي اسمها كان مدرسة واد حسونة، وقلنا الإجابة 1952، وخدنا تغوى فايزة معانا بخلاط مقدم من قناة الشروق. صفقة لتغوى يا إخوانا. صفقة حارة لتغوى. عيد سعيد، عيد سعيد.